في غزوة بدر صلى الله عليه وسلم كان في يمكن بعيرين ثلاثة أبعرة بعارير ذاهبين إلى مكان بدر اللي هو النهر أو القليب أو المكان هذا بدر. كان معه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتناوبون كي يتناوب مع أبي لبابة وعلي بن أبي طالب. كل واحد يركب نوبة وينزل نوبة يركب نوبة. قال يا رسول الله اركبوا ونحن نسير. قال لا، لستما بأقوى مني على المشي ولا أنا بأغنى عنكما من الأجر. أحمد في الصحيح، أحمد في المسلم وغيره. أنا لست مستغنياً عن الأجر، لا، أنا في حاجة إلى أجر رب العالمين سبحانه وتعالى، تعليم لنا وقدوة لنا. ما نحبه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله حقا وصدقا فاتبعوني، تبعوني أنا في سنتي، في كلامي، في هدي، في سمتي، وإنك لعلى خلق عظيم. اتبعوني في كل شيء، ما أنا أقول شيء إلا صح، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، ما أقول شيء غلط، وحي يوحى. تبعوني في كل شيء، أتيتكم بالخير كله، بالسعادة، السعادة الدنيوية والأبدية والأخروية. الأبدية اللي في الدنيا سعادة، والله والله المسلم أسعد إنسان في الدنيا إذا التزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم.